النكرة ينصب تامه ذنب ما قد بسره كشبر أرضا وقد فيه زنبرا ومنوين عسل وتمرا وبعد ذي وشبه يجر إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى نصبا بأدخل مفضلا كأنت على منزلا وبعد كل مقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا وزرب من إن شئت غير للعدد والفاعل المعنى كطيب نفسا تغد وعامل التمييز قد مطلقا وجاب للتصيب نزل سبقا. قال التمييز والمميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر اسماء له اسم بمعنى من عندي صاع من شاعر نكره دائما لا يكون لنكره ينصب تمييزا بما قد فسره الناصب له ما فسره والمفسر اما اسم جامد فسره التمييز او فسر نسبه فالناصب له في هذه الحال العامل يقول تطالب زيد نفسا الناصب نفسا طالب انا اكثر منك مالا الناصب لمالا نصبا اكثر فان كان مفردا نحو عندي صاع شاعرا الناصب لشاعرا صاع قالوا كيف عمل الاسم مع جموده الجامد لا يعمل قالوا يشبه اسم الفاعل لانه يطلب التمييز كما يطلب اسم الفاعل المعمول زيد ضارب وعمرا ضارب تريد عمرا لتمام المعنى كذلك ما به وجود تمام الاسم وهو التنوين والنون لو قلت زيد ضارب عمرا كقولك عندي صاع شاعرا واذا قلت الزيدون ضارب عمرا كقولك عندي 20 صاعا النون في هذا والنون في هذا يقول لك كيف عمل الاسم المميز مع جموده كيف نصب التمييز تقول بها مرحبا ينصب تمييزا بما قد فسر كشر ارضا التمييز نوعان مفرد ونسبه والمفرد اربعه والنسبه اربعه المفرد الكيل والوزن والمساحه والعدد والنسبه محول عن فاعل او مفعول او مبتدا او غير محول محول عن فاعل او مفعول او مبتدا او غير محول إذا امتلأ الحوض معا أو المحول والله كشر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا قال رحمه الله وبعد ذي وشبهها جره إذا أضفتها إليه كمد حنطة وإلى بعد ذي تقول صاع شاعرا وصاع شاعرا شبر أرضا وشبر أرضا جره إذا أضفتها إليه ومثلها كقولهم لنا غيرها إبلا وأنا مثلها شاء مثل وغير موغلة في الإبهام تفتقر إلى مميز فتشبه هذه أه. وكذلك أسماء لوعية التي يراد بها المقادير ذنوب صاع ذنوب عبارة عن ذنوب وصاع خشبة لكن المراد ما في إرادة الكمية أه. وكذلك ما كان فرعا للتمييز نحو عندي خاتم فضة بعد ذلك شبه تقول خاتم فضة وبعد ذلك شبه جروه إذا أضفتها إليه كمد حنطة وإذا مد مبتدأ وحنطة مضافة والشاهد أن التمييز انجر بإضافة المميز إليه واضح؟ واضح؟ يغرب مضاف إليه مضاف إليه نعم والنصب بعد ما أضيف واجب والنصب بعد ما أضيف واجب إن كان مثل من الأرض ذهبا إذا كان لا يتأتى من جهة المعنى بإضافة المميز إلى التمييز يجب نصب التمييز تقول لو كان الكافر من الأرض ذهبا لافتدى به ملو لا يتأتى أن تقول ملو ذهب لا يقال هذا إذن يجب نصب التمييز لأن الاسم لا يضاف مرتين أقول لا يضاف الاسم مرتين فهذا هو العامل في العربية عامل الجر يجر شيئا واحدا وعامل الرفع يرفع شيئا واحدا وعامل النصب يصل دون حدود فهذا وكذلك ما في السماء قدر راحة سحابا يجب نصب سحابا لأنه لا يتأتى أن تقول ما في السماء قدر سحابا فإن تأتى إضافته إليه فأنت بالخيار إن أضفته جارة التمييز وإن تضفه أصبته تقول زيد أفصح الحاضرين قولا أو أفصح الحاضرين عالما أو أفصح عالما
فأنت أتى إضافة المميز إلى التمييز بين أضفته إضافة التمييز تقول زيد أفصح عالما أو زيد أفصح الناس عالما أنا قوله والنصب بعد ماذا بعدها؟ والنصب والفاعل المعنى بأنصبا بأفعلاء مفضلة الفاعل في المعنى قالوا هو السببي السببي قالوا المتصف بالمعنى بالشيء الجاري باللفظ على غيره أنت على منزلة أنت مبتدأ على خبره ومنزلة تميز لكن إذا نظرت تجد أعلى صفة لمنزل لأن أعلى منزلك فهي جرت في المعنى على أنت في اللغة على أنت وفي المعنى هي المنزل يسمى الفاعل في المعنى يسمى السببي المهم أن الفاعل في المعنى هو ما يمكن جعله فاعلا بعد جعل أفعال التوظيف أنت على منزلة أنت على منزلك أنا أكثر مال أنا كثر مالي الفاعل معنى أنصبا بأفعال مفضلة كأنت على منزلة أما غير الفاعل في معنى وهو ما أفعل التفضيل بعضه تقول زيد زيد أفصح الناس عالما فإن أضفته إلى تقول أفصح عالما وإن أضفته إلى غيره نصبت عالما أما الفاعل ما لابد من نصبه والله كيف نعرف ما ليس فاعل في المعنى نقول ضابطه أن تجعل أفعل كلمة بعض وتضيفها إلى مجموع المضاف زيد أفصح عالم تستطيع أن تقول زيد بعض العلماء هذا ليس فاعل في المعنى وصحت الإضافة ما يكون ما أقوله ما بعده وبعده كل مقضى تعجب التعجب فيه شيء من التهويل وفيه شيء من الإبهام والغموض فيسر التمييز هذه وظيفة التمييز إظهار المبهمات لله ضره فارسا أكرم بأبي بكر أبا يا جارة ما أنت جارة نعم نجر بمن إن شئت غير ذي العدد التمييز مضمن معنى من وبعضه صالح لمباشرتها كما أن الظرف مضمن معنى فيه وبعض الظروف صارت مباشرتها تقول سافرت إلى مكة يوم الخميس وفي يوم الخميس وتقول زيد أمام الدار لا تقول زيد في أمام الدار لكن الله مضم معناه فيه وكذلك التمييز تقول عندي 40 كتابة لازم تقول عندي 40 من كتابة عندي صاع شاعرا عندي صاع من شاعر إذن جرب من شئت غير العدد دقة بالمال وحرصها على الاختصار لم يقل لك قبل هذا إن العدد من قبيل التمييز المفرد ما قال تركها حتى يضع معنا حكما آخر قال جرب من شئت غير العدد افهم انت العدد مما يميز تمييزا مفردا كالوزن والمساحة والكيل تقول عندي صاع شعير وصاع من شعير عندي شبر ارض وشبر من ارض الا الفاعل في المعنى الفاعل في المعنى المحول عن الفاعل صناعة لا يجرب من طاب زيد نفسا لا تقول طاب زيد من نفسا هذا فاعل معنى التوضيح طاب نفس زيد وهذا محول عن فاعل صناعة تستطيع أن تأتي بتركيب آخر وتدعى نفسا فاعل فيه تقول طابة نفس زيد بخلاف الفاعل في المعنى غير المحول عن فاعل صناعة يجوز جرب منه تقول كرمت رجلا مدلول التاء ورجلا شيء واحد التاء هي رجل ولكن لا تستطيع أن تقول رجلا فاعل في تركيب آخر لا يتأتى هذا فاعل لم يحول عن فاعل صناعة لك جرب منه تقول كرمت من رجل وكذلك المفعول المحول عن المفعول الصناعة لا يجرب منه مثل فجرنا الأرض عيونا تستطيع أن تقول فجرنا عيون الأرض لا تقول فجرنا الأرض من عيوني بخلاف المفعول غير المحول عن فاعل الصناعة يجوز جرب منه تقول لا المفعول
المحول عن الصناعة لا يجرب منه وغير المحول يجرب منه. كيف تقول ما أحسن زيدا أدبا؟ تصدق ما أحسن أدب زيدا، هذا مفعول في المعنى محول عن الصناعة، جعلته مفعولا. بخلاف ما أحسن زيدا رجلا، لا يتأتى، زيد هو رجل، لا تستطيع أن تجعل الرجل في تركيب آخر مفعولا به إذا لم يحول عن الصناعة، يجوز جره ما أحسن زيدا من رجل. وكذلك العدل، لماذا امتنع العدل؟ عندي 40 من كتاب، لماذا لا يجوز؟ قالوا الراجح أن من الجار بتمييز بيانية، والبيانية يجب أن يطابق ما بعدها ما قبلها. أظهر؟ عندي 40 من كتاب، كتاب لا يطابق 40، أظهر؟ إذا امتنعت منه أنا أقول وجرب من إن شئت غير ذي العدل، والفاعل المعنى كطب نفسا تهد. قال رحمه الله وعامل التمييز قد مطلقا. قال السيبوي رحمه الله التمييز أوهن بتحويل الإسناد عنه، فلا يزال توهنا بتقديمه على عامل. طاب زيد نفسا، أصلها طابت نفس زيد، اشتعل رأس شيبة، اشتعل شيب الرأس. فلا تقول شيبا اشتعل الرأس، فلا قولي وعامل التمييز قد مطلقا. وفعل التصريف سمع من كلامهم نفسا تطيب بنيل المنى ونادي المنون ينادي جهارا. نفسا تطيب بنيل، نفسا تقدم لها لعنيه وتطيب بخلال الجامد. أقول ما أفصح زيدا خطيبا، لا تقول خطيبا ما أفصح زيدا، لأن الفعل جامد. أنا أقول وعامل التمييز قد مطلقا وجعله التصريف.